سيبايو، عبد الله سعيد، محمد صلاح ومروان محسن في المقدمة. عودة كل من محمود علاء مكان باهر في مباراة طبعا الماضية اللي كانت أمام منتخب أوغندا. مروان بيبدأ أساسيا اليوم بعد ما كان دخل مكان كوكا بإصابة كوكا، وأيضا عودة طارق حامد في لقاء اليوم مكان قطعة الكورة. أدي أمامنا نورش لاعب اللي بيلعب في نادي أورلاندو بايرتس، ودي الكورة هجمة المصرية الواعدة عن طريق أيمن أشرف، يلف عرضية لكن هنا على طول التغطية دفاع. تعادل وسبع لقاءات ودية، استلام على طول أمامنا هنا ومحاولة من مروان يساعد الله. هروب ومهارة وتمريرة والمحمد العرضية القوية، وهي بتاعتك يا صلاح لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. حلوة الكورة، حلوة المحاولة، حلوة البداية، حلوة الانطلاق. أحمد المحمد يعمل عرضية ترتطم هنا في الدفاع وتعود الكرة إلى المكسيكي خفينا جايني يا ولد على المرور، مرور حلوة قوي ورايح، ولكن هنا على طول تدخل وحكم اللقاء إيريك أوتوجو من أصحاب الخبرات الكبيرة، الحكم الجابوني اللي حكم في 2012 و2013 وأيضا في 2015 و2017 كان أدار مباراة مصر هدف في هذا العام على نادي الزمالك في لقاءات الدوري. الكرة الملفوفة قوية أو من عبد الله البطولة في السنوات السابقة. عادي التحرك على طول، تغطية دفاعية ممتازة الحقيقة من طارق حامد، ولكن هنا في تدخل وسي في مباراة بوركينا في نصف نهائي النسخة الماضية. كرة أمامية حلوة ولعب في دونكستر، ولكن الكرة الخطيرة بتاع الطاو لكن في منتصف المرمى وما بين اللاعب اللي مكمل أمامنا. التزيدة طارق حامد قوية، كرة أدي أمامنا المنتخب المصري، حرك حلو قوي من جانب تريزيجيه ويلعب الكرة العرضية لكن المساحات على طول. لورش اللي دخل النهاردة أساسيا لأول مرة، محاولة من جانب اللاعب مكونجو لكن الكثافة والتكدس، وفاول في منطقة خطرة جدا لصالح المنتخب الجنوب إفريقي. فاول في هذه الكرة، هذه اللقطة، أدي أمامنا فاول على عبد الله السعيد في اللقطة الماضية مع اللاعب مكونجو للشناوي. طاو ومواجهة مع الشناوي وتسديدة يا ولد يا ولد يا ولد، محمد الشناوي بيزود على عرينه هنا في هذه اللقطة في مرمى المنتخب المصري. ملعوبة حلوة قوي من طاو اللي سدد ثلاث مرات، مرتين شالها له محمد الشناوي الظهير الأيسر اللي كان متقدم إلى انتي الكرات العالية خطرة. يا عيني على اللقطة، يا عيني على الإجادة هنا في هذه الكرة. محمد الشناوي يحمي عرينه للمرة الثانية بإجادة كبيرة، وثلاثة على ثلاثة يروح محمد صلاح وهي بالشمال لعبها حلوة. تريزيجيه في البعيدة، يا راجل في البعيدة تريزيجيه لكن يضيع، لكن هجمة حلوة وهجمة مع الدفاع المنتخب. لكن طارق حامد شوف أمامنا ما شتتش، ومحمد صلاح انطلق في هذه اللقطة وتريزيجيه بطولة بهذا الشكل بهذه الكيفية. كرة ملعوبة حلوة منتخبنا لكن على طول التغطية الدفاعية في كوردين مع الشناوي والفاول اللي أنقذه، وادي واحدة في العمق والهدف الأول وتدمر الفنية تعود للجهاز الفني المهام اللي مكلف بيها. خطيرة الكرة، خطرة خطرة جدا. ادي اللاعب لورش اللي بقول لحضراتكم واحد من مفاجآت التشكيل، غاب زواني فلعب أمامنا لورش. أهو بص حضراتكم الراجل ده بيدخل في العمق، لازم المنتخب المصري ياخد باله في هذه الكرة. تفويتة حلوة، كمل حلوة قوي المحمدي لكن على طول التحرك، التكملة قصيرة الكرة. ادي أمامنا إلى أنتي جنوب أفريقيا، المفانة رفانة الأولاد والكرات العالية لكن على طول البرعب بشجاعة بيلعب بأداء في خطورة خطيرة خطيرة خطيرة، لكن مطيبة يفتح اللعب على طول، مساحة الفاضية، التسديدة القوية خطرة جدا، خطرة كرة في المنطقة الخطورة من جانب اللاعب موكوتشو. المنتخب الجنوب افريقي قاري كويس منتخبنا الوطني، بيلعب في المساحات والفراغات الموجودة في وسط ملعب منتخبنا، وكرة من مكور بينية يا ولد احمد الشناوي اختار القدم بحل رائع وبفدائية وبأخطاء نتمنى ان لا تتكرر. امامنا ادي الكرة الملعوبة والشناوي نجم الشوط الاول، لان المنتخب المصري في مشاكل وفي ثغرات في وسط الملعب وفي ايضا التمركز الدفاعي. بص امامنا هنا حاول محمد صلاح في محاولة من اللاعب امامنا، هو دي فاول على محمد صلاح مع اللاعب ماكوينزي امامنا، فاول من محمد صلاح. ادي ماكوينزي، شوف بقى نلحظ دائما اللاعب ولاتشوي 14 واللاعب ماكوينزي الاثنين بيلعبوا في نادي بيت فيستويتس اللي كان لعب. محمد صلاح مسافة بعيدة نسبيا وبجواره عبد الله، محمد صلاح يسدد لكن الى خارج الملعب، تطلع الكورة الى ركلة مرمى. كورة في الدقيقة 45 بخلاف الوقت البدل الضائع في الشوط الاول اللي مازال تعادل سلبي حتى الان في استاد القاهره. ادي كره محمد صلاح، تسديده قويه، تعادل سلبي. اقل كلمه سريعه للزميل احمد فؤاد بعد الفصل.
في 7 محاولات على المرمى لكل فريق، 2 بين العارضة والقائمين لكل منتخب. نسبة استحواذ منتخب مصر وصلت 67% مقابل 3. كرة عدت المنتخب المصري، حاول أمامنا هنا مساندة، أدي أمامنا النني، هي كانت هتروح، سجل في نهائي 2017 في مرمى الكاميرون، ولكن أول كرة وأول مساندة وأول ظهور للنني. لكن بص شوف تريزيجيه المرور والتعب على طول أمامنا هنا، والتحرك المرة دي من جانب اللاعب بيلانتي خطيرة، لكن إيطاليا. أدي أمامنا حضور رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي، وزير الشباب والرياضة. أدي انطلاق أحمد المحمدي، يلعب من جنب اليمين، الكرة العالية لكن أمامنا عدت بأرقامه بالنتائج. مرحلة ما بعد هيكتور كوبر الأرجنتيني اللي فوز باكستان، طبعا مادي هو اللي بيكمل، عبد الله السعيد المايسترو اللي منتظر، الكرة الأمامية لك على طول، محمد صلاح هي على شمالك، لكن قنبلة ترتد المرة دي وشكل مميز أوي إلى محمد صلاح. هادي محمد صلاح فرس الرهان لكرة الأول مع طارق حامد طبعا، وإجادة كبيرة أوي للشناوي، تمريرة حلوة أوي، حلوة الكرة، تريزيجيه جات لك هدية يا راجل، محمد صلاح بيصنع، وتريزيجيه مستعجل في القرار، لازم يكون أتقل من كده على الكورة. بص الكورة مش هتجيلك تاني، لكن بص محمد صلاح البينية حلوة أوي أوي أوي، عنده حلول كتير أوي، ممكن يستلم وممكن يروح يستعجل في القرابة مهمة، رقابة مهمة في الكرات الثابتة أمامنا هنا، محاولة لكن يطمع فيها شمال إلى إيلانتي، سقط الكرة العالية، وادي على طول حجازي ولد مميز، عمارة وأحمد حسن وهادي رمزي وطارق مصطفى، وادي الضغط هنا والخطأ الدفاعي والركنية، الركنية الثانية في اللقاء لصالح المنتخب الوطني في هذه الكرة. وهذا يرتقى معاهم برضه أسامة نبيه طبعا، والكابتن حازم إمام وحسام حسن وعبد الستار صبري، مجموعة اللي فازوا بهدفين، سجل أحمد حسن وسطن المصري الكرة العالية، لكن التغطية الدفاعية المرة دي ترجع مرة تانية، التسديدة القوية اللي طبعا النجم الكبير وهاني رمزي، بيطلع عبد الله السعيد وبينزل عمرو وردة، لعبها اللاعب إيلانتي، كرات العالية الخطيرة، لكن على طول برافو لمحمد دولي، أخيرا كان في مرمى أسواتيني. أدي انطلاقة المرة دي، أيمن أشرف يلف الكرة أمامنا، وتريزيجيه على القائم الأول، وأحمد حجازي تلفت كرة عالية لحجازي، لكن على طول فاول، لصالح ويليامز، لصالح الحارس رونوان ويليامز حارس مرمى فريق نادي سوبر سبورت يونايتد. أول مباراة لويليامز كانت أمام البرازيل ومنتخب البافانا بافانا. تراجع في الشوط الثاني باستثناء كرة إيلانتي، الكرة العالية، الكرات العالية الخطيرة في الأول، وكانت لتريزيجيه أيضا في الشوط الثاني. وادي أمامنا الكرات الطويلة السعيد، التبديل اللي تم من حوالي 7 دقائق، لم يحدث تغيير، خطرة جدا لورنة، مرات رابع بقى بمختلف العدد الفرق المشاركة اللي طبعا محترم الحقيقة. واقع ماكينزي أمام منتخب مصر، عمل تبديلين، يبقى لي تبديل في هذه المباراة. هذه الرقابة الترجيح، هذه أمامنا الكرة في ظهر المدافع، تريزيجيه لم ودخل وفات، ولكن المرة وجري وانتظر القادم. ادي امامنا محمد صلاح، لكن قصير سنده من جانب ماكنزي، حذاري من هذه الكرات، يغمزها امامنا محمود علاء، لكن في نفس وليد سليمان مكان محمد النني. امامنا وليد سليمان الى محمد صلاح، يبحث عن وليد، عليه، وادي الملعب فاضي، وادي امامنا انطلاقه خطره جدا للاعب لورتش، يسجل لورتش امامنا هنا في لقطه دراماتيكيه في هذه الكره في الدقيقه 85، لورتش ينفرد امامنا هنا، غامر خفير ايجايري، اخرج النني، يا ريتك ما كنت عملت التبديل ده، لكن امامنا هنا هي دي كره القدم، هي دي احكامها، وهدف ياتي في هذه اللقطه من خلال خطأ فضي، وسط الملعب، انطلق أمامنا هنا مفاجأة اللقاء، لورتش خد التمريرة من اللاعب أمامنا، هو اللي مرر اللاعب مطيبة في هذه الكرة وهذه اللقطة.